لمعارض قهوة كويتيات، يبون اي نعم الدعم. شلون الطريقة أنتم كهيئة حكومية تدعمونهم؟ هذه 3 أسئلة. تسلم، مشكور، ما تقصر، جزاك الله خير. الله يسلمك الله يسلمك. اخت فاطمه، مساك الله بالخير ومسا المشاهدين جميعا والاخ ضاري، مساكم طاب مساكم. الله يسلمك، سلم عمرك. الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله، منتدى المشروعات الصغيره والمساهمه الفعاله في خطه التنميه عقد يوم امس برعايه الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، وزير الدوله لشؤون التنميه، وزير الدوله لشؤون الاسكان، وحضور صاحب معالي الشيخ احمد المشعل الاحمد الصباح. واهداف المنتدى هي تفعيل دور المشروعات الصغيره ومواكبه خطه التنميه الجديده، واللي تتميز بسمات مهمه جدا. اول شيء انها خطه تاشيريه. نعم. خطه تاشيريه معناها فيها متابعه، متابعه من القائمين عليها والتقييم لما يتم تنفيذه من برامج واهداف. طبعا ايضا اهم ما يميز الخطه هذا وجود هدف سامي لاستراتيجيه التنميه طويله الاجل. والخطه المرحليه 4 سنوات، كلها 4 سنوات، لكن الاستراتيجيه لمده 25 سنه تمتد الى 2035. والهدف الاستراتيجي السامي هو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مترجمين بذلك الرغبة السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه. الله يحفظه. هذا هو المنتدى. طبعا الشركة تعمل في مجال المشروعات الصغيرة من سنة 1997، بعد أن تأسست أثر مبادرة كريمة من المغفور له بإذن الله تعالى أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح. نعم. طبعا الشركة تعمل على تشجيع الشباب بما فيهم الأخضاري، وأيضا كل من يسير على نفس الخط في بدء والمبادرة بمشاريع، وراح أتكلم بالتفصيل أو بشيء من الخصوصية فيما يتعلق بتنظيم المعارض الشبابية. نعم. تهتم الشركة أيضا بنشر الثقافة المجتمعية لأهمية العمل الخاص وتطوير مهارات عمل المبادرين من خلال تدريب أو من خلال أيضا دراسة مشتركة للأفكار والمبادرات اللي تقدمها فيها الشباب. طبعا من الأشياء أيضا اللي نسترشد فيها، وهي كلمات مضيئة صراحة، واللي يحب يرجع لها يرجع إلى جريدة القبس بتاريخ 29 ابريل 2009، راح يلقى مجموعه من المقتطفات من الكلمات الساميه لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. اعطيك نبذه بس منها. شوفي، سمعي شو يقول سمو الامير: اغلى ثرواتنا، منو اغلى ثرواتنا؟ هم ابناؤنا. طبعا أكيد. انت ويا ضاري وغيره. وافضل استثماراتنا الاستثمار في تنميه قدراتهم ومهاراتهم. نعم. هذه كانت في رمضان 2006. كلمه ثانيه: ان احدى اولوياتنا تنويع مصادر الدخل الكويتي حتى نؤمن مستقبل اجيالنا. هذه كانت في 2007. احنا هذه هي مثل ما يقولون، هذه الامور هي اللي نسعى لتحقيقها، وهي ضمن أهداف الشركة وبرنامج عملها اليومي. طيب ليش ما يسلط على أخوي حسان إعلاميا؟ يعني في قصور، اسمح لي، يعني كونكم كشركة كويتية تمويلها حكومي ورأس مالها ما شاء الله يقدر بالملايين، ولكن هنالك في نوع من شعورنا احنا كاعلاميين، يعني لازم نبحث ونتقصى حتى نعرف ان هنالك 4 شركات، اذا انا مو غلطانه، 4 شركات كويتيه مموله من الحكومه براس مال كبير في دعم المشاريع الصغيره وتطويرها. طيب انت كمدير عام اخوي حسان، وينكم عن الاعلانات الدائمه لتشجيع وحث الشباب على الحضور لكم، تقديم يبادرون معاكم ويتعاونون، خصوصا انكم انتم عرضتوا 30 فكره
صح؟ أو 30 نعم مبادرة. نعم أحب أسمع نعم منك. نعم أختي الكريمة، طبعا يعني أنا ما أقدر أنفي أن مسيرة العمل يجب أن تستمر، وقد يكون هناك قصور لأن كل من يعمل يعني ما في عمل كامل، نعم لكن إحنا إن شاء الله راح نعمل على تلافي أو أن يكون لنا تواجد إعلامي أكبر. اي والله ودنا. لكن أنا أقول لك فيما يتعلق بإحنا جميع فعالياتنا الإعلامية تتم من خلال المعارض الشبابية، شاركنا في عدد من المشاريع الشبابية نعم التي على غرار المعرض اللي تقدم اللي تكلم فيه الأخ ضاري المير، ويسعدنا أن يمر يزور الشركة وأن نبحث معه أيضا هو في وده يسألك المعرض أخوي القادم. حسان، هو عنده سؤال نعم يسألك إذا سمحت لي. إي حاضر إيه تفضل تفضل ضاري. مساك الله بالخير أستاذ حسان. هلا وسهلا، مساك يعطيك الله العافية. بالخير. هلا وسهلا. أنا أمس إن شاء الله سوري أمس أنا كنت واحد من المشاركين عندكم بالملتقى، ويعني كنت موجود وشفت المنتدى. الفرص شفت الفرص الاستثمارية بالمنتدى كلها بشكل عام. أمس إي أمس اللي كان بقاعة سلوى. إي نعم بإذن الله. بس هي الفرص الاستثمارية اللي شفناها أمس يعني ما كانت تدعم مشاريعنا إحنا الشبابية اللي هي كمعارض يعني دعم المشاريع نفسها، مو بس الصغيرة، اللي أصغر من الصغيرة نفسها بحد ذاتها. يعني احنا يعني احنا شباب شنو فكرتنا بالمجتمع نفسه الكويتي؟ احنا ندعم المشاريع الصغيره نفسها بحد ذاتها يعني طيب. والمشاريع المعروضه كانت اكثر من 30 فرصه، انا اوجزها لك. في عدد تقريبا 10 او 12 مشروع مدار بحثهم هم عباره عن مشاريع فرانشايز. صح كلامك، يعني انا طلعت امس على المشاريع على فكره، يعني والله الامانه يعني كانت مشاريع جيده بشكل فظيع. بس احنا يعني مشروعنا ككويتي هو يخدم المجتمع نفسه، يعني مو يخدمني انا كضاري المير شخصيا، لا يخدم المجتمع الكويتي. لا شك هذه فرص تقدمها الشركة لأي شخص يستهوي او يستهوي او 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 يحس ان احد المبادرين يقول ايه والله انا مثلا المشروع هذا يتوافق مع خبراتي مع ميولي مع قدراتي. بس نسبة المجازفة فيه كبيرة، يعني اسمح لي أستاذ حسان، يعني أنا مثل لو بكون بنضم لكم إن شاء الله ولي الشرف أن أنضم لكم للأمانة، يعني الله. لازم أقدم استقالتي من وظيفتي إذا ما خاب ظني. لا أنت 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 الآن أنت أول شيء أنت موظف إلى حد لا لا مو موظف لا أنا موظف للأمانة. أي موظف موظف في شركة في قطاع خاص موظف في شركة بقطاع خاص يعني. أي أي نعم أي أخوي حسان، بس حبيت أسألك يعني بالنسبة حق المبادر بمشروع معين إيش كثر السقف الأعلى تساعدونه في المشروع؟ طبعا فيما يتعلق بتعريف المشروع الصغير هو اللي ما تزيد تكاليفه عن مبلغ 500,000 دينار كويتي. 500,000 دينار كويتي؟ 500,000 دينار كويتي هذا هو تعريف المشروع الصغير والمتوسط. نعم. وهو بحسب يعني الدارج من المشاريع او التعريف المتداوله في الدول الاخرى بالنسبه للمشاريع يعتبر حجم كبير نسبيا 500,000 دينار. يعني انا اذا تقدمت لكم مشروع فرضا انا نعم. عندي مشروع وتقدمت لكم مشروع وتسووا له دراسه جدوى زين، هل تطلبوا نعم. مني راس مال ولا لا ايكم من الصفر ولا انا شارككم شراكه؟ خل اقول لك انا هذه 500,000 نسبه المشاركه الشركه لا تتجاوز 80% من تكلفه من اجمالي تكلفه المشروع، بمعنى ان او طبعا هذا خاضع للدراسه وقرار الشركه في خصوص الدراسه، تبحث النسب لكن الحد الاقصى لمساهمه الشركه 80، معناها ان المبادر راح يغطي 20% من رأس مال المشروع. يغطي 20% من رأس مال المشروع. نعم. كم مشروع نعم. تقريبا الحين دعمتوه؟ طبعا انا اتكلم الان بعد تطبيق اسلوب المشاركه المتناقصه، اودي انا اشرح اسلوب المشاركه المتناقصه. اسلوب المشاركه المتناقصه لا يتم تكليف المبادر أي نسب من الأرباح، نعم. ولا يتم تكليفه أيضا بأي رسوم، إذن لا تتقاضى الشركة رسوم، نعم. ولا تتقاضى فوائد ولا تحتسب فوائد على المشاركة، نعم. طبعا أيضا
من غير ما هو مطلوب أن يقدم أي رموز وضمانات. نعم. إذن الشركة في الحالة هذه تتحمل مخاطر المشروع مع المخاسائر. اي مخاسائر في مقابل حصتها في رأس المال. نعم. بالإضافة إلى أن المبادر يجد نفسه حر أن ما عليه أعباء والتزامات مجبر بسدادها في حالة لا قدر الله خسارة المشروع. وطبعا مساهمته ب 20% تجعله مثل ما تقولين حريص وجاد في متابعة المشروع ودراسته. طبعا فيما يتعلق بالتفرغ، التفرغ احنا لا نشترط التفرغ مع بداية دراسة المشروع، لكن احنا نقول للمبادر بعد ان يتم الدراسة وبعد ان يقتنع، طبعا الفكرة ممكن تكون اي فكرة، بعد دراستها قد يكون له رأي ثاني، احنا ما نلزمه ولا نطلب منه. اخوي حسان انا شاكرة لك لان في اتصالات، تسلم لي وايد على هالمداخلة الثرية، ووليد نظاري يسمعك، انت قلت له تفضل يا ريت تسمعوا وجهة نظرهم في الشركة قابلة وتشوفون. نعم. شنو بإمكانياتكم تقدرون تساعدونهم من ناحية ان هم ما شاء الله بيسوون معارض برا الكويت. ابي اشكرك من كل قلبي. اذا كان يجيلك باكر تشوفه باكر. حيا الله وشكرا لك. على فكرة الله احنا المشروع مالنا. تسلم. شاكرا لك سيد حسان الجناعي وما قصرت على المداخلة، ونشوفك ان شاء الله في لقاء قريب باذن رب العالمين، طالما عندك كم من هالمعلومات هذه الكثيرة احنا ودنا في مداخلة. أرد مرة ثانية بالضبط. سمعت أنت كلام حسان الجناعي المدير العام للشركة الكويتية لدعم المشاريع الصغيرة، رأيك في هالكلام هذا اللي سمعته منه؟ أنا أقول لك إحنا على فكرة مشروعنا متكلفته 500 مليون دينار كويتي، سوري 500 مليون دينار كويتي، ولا يوصل حتى ربع. إحنا اللي نحتاجه يعني مبلغ بسيط لأبعد الحدود، المبلغ هذا شو اللي نحتاجه فيه؟ انتم تبون يدعموكم حق شنو؟ واحد الف، واحد اثنين ثلاث اربع. الحين انا ايش بقول؟ شو هذا؟ احنا دعم لما يعطيني مثل مبلغ معين هو يقلل الكوست على نفس المشروع الصغير اللي بيجي يشارك معي، بدل انا مثل حسب لي 600 دينار حسب لي 200 دينار. اما اذا انا ما عندي سبونسر لا ما حسب لي 200 دينار حسب لي 600 عشان انا ما خسر. بنفس الوقت اذا انا خسرت راح يصير علي مديونيات، فهذا يعني راح يوديني على قولتهم لدرجه تهلكه بنفس الوقت. بالعكس يعني انا كلام الاستاذ حسان كان وايد جميل وشرفني ان انا ان شاء الله بشرحكم موجود عندهم، بس احنا مشروعنا ما يحتاج 500,000، احنا مشروعنا يحتاج اغلى من كذي، ويعني لو يقدموا لنا اياها والله اكون شاكر لهم انا للامانه. يعني انا اقول له اياها اكون شاكر لهم. يعني انتم الحين تدعمون، انت يعني انا اللي عارف انت المدير التنفيذي صح. حق معارض، اقامه معارض، اقامه معارض، انتم تبون دعم او دعم من الشركات اللي مثل المدير العام اللي كلمنا حسان الجناعي، او من الشركات الممولة من الدولة صح الكلام صح. او المسؤولية الاجتماعية وايد ضارية، شركات وايد عندنا بدون ذكر اسمائها ما شاء الله راس مالها كبير، ليش ما رحتوا لهم كيدعموكم بدعم بحيث انكم تقدرون تتحركون وتقيمون هالمعارض هذه؟ والله للأمانة احنا رحنا حق اكثر من 200 شركة بالكويت. نعم اكثر من 200 شركة. خلينا نوقف يا من 200 شركة، ناخذ الاتصال من فواز البحر ونسمع نقول الو. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. هلا اخوي فواز شلونك؟ هلا والله كيف حالك؟ عساك طيب. عساك بخير. الله يسلمك. سمعت لقائنا؟ اي والله يعني شيء صراحة خاصة الرقم اللي ذكره الاخونا 200 شركة شيء يخرع. اي تفضل خلينا نسمع. يعني في العفو منكم، في شيء يسمونه مسؤولية اجتماعية، مفروض على الشركات خاصة الشركات في الكويت ما تدفع ضرائب أو يعني تأخذ كل المميزات اللي تعطيها الدولة لها من ناحية كهرباء مدعومة والطرق وهي ما تحاسب عليها وتجيب الوافدين والدولة ترعاهم وتعالجهم. يعني هذه 200 شركة ما تدفع مبلغ بسيط لرعاية مشاريع شبابية، هذه عليها علامة استفهام للشركات هذه. وهذه بس مساءلتي للاخ، هل هو حقيقه 200 شركه ما عطوا كل 200 شركه؟ يا ليت بس ما اعطونا، حتى ما ردوا علينا اصلا. يعني واذا طلبنا اجتماعات للامانه يعني الحين مطنشينهم فواز، مطنشينهم معطينهم طاف. يعني العفو منكم، يعني هذا اللي بقوله، انت كل شركات 200 شركه هذيلا
يا اخوي انا بقول لك اياها 200 شركه الموظفين